الرحمن الرحيم. الأستاذة نزهة الصافي، أستاذة فرض عليها التعاقد بمديرية خريبكة. إذا الشكل الذي نخوضه اليوم هو استمرار لمجموعة من الأشكال النضالية والمعركة أسست أساسا لإسقاط مخطط التعاقد الذي يستهدف المدرسة العمومية والوظيفة العمومية كذلك. المشكل المطروح ديال التعاقد لا زال مطروحا والملف ديالو باقي ما تحلت فيه حتى شي نقطة، لأن الوزارة كتنهج سياسة الأذان السماء وكتحاول أنها تدرمت في العيون بالمقولة ديالها ديال التوظيف الجهوي وديال الترصيم إلى آخره. والدليل على ذلك أن هاد الأساتذة هادو، وراه صرح بها الوزير التعليم الأمزازي، أن هاد الأساتذة ما عندهمش مناصب تحويلية وما عندهم أرقام تابعة للأكاديمية، والميزانية اللي كيتخلصوا بها الأساتذة تابعة للمعدات. إذا حنا ما عندناش مناصب مالية قارة اللي كتخول لنا أننا نستافدوا من المباريات، نستافدوا من الحركة الوطنية، نستافدوا من الترقية إسوة باقي الموظفين. وهذا تيطرح مشكل، تيطرح حيف بين فئتين من الأساتذة اللي كيأديوا نفس المهام وكيأديوا نفس الواجبات، ولكن هناك تمييز وعنصرية في الحقوق، ولا يعقل أننا نبقاو أساتذة من الدرجة الثانية. والنقطة الأخرى اللي بغي نشير لها هو الخطاب اللي جاء على يد مفيد، على لسان مفيد، في الخرجة الأخيرة ديالو في الجلسة البرلمانية، ديال أن هاد الأساتذة مطالبهم كما سماها مطالب غير معقولة، وأننا ما نحلموش بشي حاجة سميتها الإدماج. ده الخطاب اللي بغي نوجه ليه والغير ممن لهم هذا التصور أن معركتنا غادي تستمر شاء من شاء أو أبى من أبى، لأن مطالبنا مطالب مشروعة في نهاية المطاف. حنا ما كنطالبوش بشي حاجة فايتة الخيال، حنا كنطالبو فقط بالأمن الوظيفي والاستقرار الوظيفي اللي كيمكننا أننا نعطيو أكثر لأبناء الشعب، لأن في نهاية المطاف الأستاذ هو تكون في المدرسة العمومية وكيقضي ولاد الشعب، وليداتنا كيقراو في المدرسة العمومية وخوتنا كيقراو في المدرسة العمومية، وبالتالي راه هاد المعارك اللي كنخوضو دابا هي دفاع على هاد الأجيال ديال الأساتذة اللي كاينة دابا، ودفاع كذلك حتى على مصلحة المتعلم اللي كيقرا اللي مستقبلا غادي يلقى الوظيفة العمومية تقريبا شبه منعدمة لأن غادي يفطر ديال الانقراض. تحية نضالية عالية. بالنسبة للبرنامج النضالي المسطر اليوم فهو استمرار لسلسلة من البرامج النضالية التي سطرتها التنسيق الوطني مؤخرا. البرامج النضالي المتمثل في ثلاثة أيام من الإضراب مرفوق بمسيرة جوية عبر ربع أعضاء الوطن الجريح. كما نعلم فإن جميع المديريات وجميع الجهات عبر ربع أعضاء الوطن الجريح فإنها تخوض اعتصامات وتخوض كذلك إضرابات جهوية وكذلك اعتصام جزء احتجاجا على السياسة التي تنهجها الدولة، وهي سياسة مفروض عليهم التعاقد أو سياسة فرض التعاقد على الأساتذة الذين لا يجدون أي شيء وأي مكان آخر وأي وظيفة أخرى غير التعليم. لذلك فهي فرضت علينا هذا التعاقد، والتعاقد كما نقول إنه تعاقد مشؤوم. لماذا؟ لأننا محرومون من جميع الحقوق التي جميع الحقوق الموجودة لدى الأساتذة الرسميين، بحيث أننا محرومون أولا من الحركة الوطنية مما يساهم في نوع من التشتت الأسري وكذلك عدم الاستقرار الاجتماعي وكذلك الاستقرار المادي الذي عرفته المديرية وعرفته الجهات في السابق ومؤخرا عرفته بشكل كبير جدا، بحيث تم اقتطاع ازيد من 2000 درهم حتى 1500 درهم لمجموعه من الاساتذه. بالاضافه الى نقطه ثانيه واننا كاساتذه مفروض علينا التعاقد محرومون من مناصب تحويليه اسوه بباقي زملائنا في القطاع الرسمي، بحيث اننا ما يمكنناش اننا ندوزوا مباريات اخرى. بالاضافه الى مساله اساسيه والمساله التي نؤكد عليها واننا محرومون من الانتقال ما بين السلك الاعدادي والسلك الثانوي، بحكم اننا اجتزنا كلنا كاساتذه مفروض علينا التعاقد في المركز
اطارا واحدا هو اطار السلك الثانوي الاعدادي، لكن كنتفاجئ اننا كاساتذه مفروض عليهم التعاقد ما يمكنناش اننا ندوزوا للسلك الثانوي او السلك الثانوي التاهيلي، بحيث اننا محكوم علينا قصرا باننا نبقاو في السلك الاعدادي. ونوجه تحذيرا للوزاره وللمسؤولين الحكوميين بحكم ان الملف هو ملف حكومي وملف سياسي في اخر المطاف، كنوجه لهم تحذير بان البرامج النضاليه المستقبليه سوف تكون اكثر 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 تصعيدا اذا لم تستجيب الوزاره واذا لم تجلس الى طاوله حوار مع الاساتذه المفروض عليهم التعاقد، وقد انظر من اعذر، وتحيه عاليه. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.